أقول إن إحنا بنظل نتذكر الفنان الكبير مصطفى حسين، وبنتمنى طول البقاء والعمر لأستاذنا الأستاذ أحمد رجب. بنتذكر الأستاذ مصطفى حسين صاحب البسمة اللي بترتسم كل يوم على وجه المصريين على مدى أكثر من 40 سنة. إذا كنا افتقدناه كقراء ومحبين، افتقدنا فيه الجسارة، وافتقدنا فيه خفة الظل، وافتقدنا فيه خلاصة الروح الساخرة المصرية، فاحنا في دار أخبار اليوم الحقيقة خسارتنا لا تعوض. احنا بعد الأستاذ مصطفى حسين يمكن دي أكبر خسارة لدار أخبار اليوم. إنما على كل حال هو باقي معنا بتلامذته، وباقي معنا بالمدرسة اللي أسسها في دار أخبار اليوم، وبنتمنى له وبندعو الله أن يتغمده برحمته، وبنتمنى كل الخير لدار أخبار اليوم. إيه اللي ممكن تقدمه المؤسسة خلال الفترة الجاية؟ الحقيقة إحنا بندرس حاجات كتير جدا. الفنان مصطفى حسين زي ما حضرتك أشارتي هو أحد أبرز وأهم أعمدة وركائز مؤسسة أخبار اليوم على مدار تاريخها اللي ممتد أكثر من 70 سنة، أو 70 سنة بالضبط السنة دي. كل شيء ممكن يقدم. احنا طبعا عملنا ملحق خاص سريع جدا في يوم وفاة الفنان الراحل، بنفكر في شيء ان شاء الله في ذكرى 40، واحنا مستمرين في نشر الكاريكاتير بتاعه. ايضا بنفكر بالتنسيق مع نقابة الصحفيين ومع نقابة المهن التشكيلية ان احنا نعمل حفلات تابين واحتفالات تليق بيه. بنفكر ان احنا نعمل باسم مؤسسة اخبار اليوم جايزة خاصة في فن الكاريكاتير باسم جايزة مصطفى حسين للكاريكاتير. اشياء اخرى كثيرة الحقيقة، ان تخليد ذكرى الفنان الكبير ما بتقتصرش على فعالية واحدة ولا شيء واحد. في لجنة ان شاء الله طبعا في احتفال اخبار اليوم بعدها 70 في نوفمبر القادم هيكون في تكريم خاص للاستاذ مصطفى حسين. استاذ ياسر، حضرتك شايف حدث اخبار اليوم ولاده دايما، مين جاي على الفن؟ ما اقدرش اقول مين جاي على طريق مصطفى حسين، لان طريق مصطفى حسين استمر عقود، وكان في تضحيات، وكان في غير الموهبه كان في اجتهاد وفي اخلاص. الحقيقه عشان حد يستمر على خطاء او يخطفي خطاء دي عايزه جهد جبار من تلامذه مصطفى حسين. بعد الأربعين الصفحه الاخيره لسه الحقيقه، وممكن تستمر بعد الأربعين، لان نتاج فكر عبقري الكاريكاتير مصطفى حسين الحقيقه بتقري حاجه عمرها 10 و20 و30 سنه، وكانها بتتكلم عن الواقع اللي احنا بنعيشه. بقى الله، شكرا جزيلا.